السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في درس جديد من دورة البي اتش بي. بهذا الدرس إن شاء الله هنتعرف على كيفية التعامل مع الريكوست بالبي اتش بي. طبعا نحن عندنا نوعين من الريكوست، عندي الجيت وعندي البوست. البوست بشكل عام بيكون مخفي وبالتالي هو مور سكيور، أكثر سكيورتي خلينا نقول بشكل عام، فلذلك نحن بنستعمله أكثر شيء مع الانسيرت والأبديت. بينما الجيت بيكون ظاهر فبالتالي هو أقل سكيورتي، لذلك نحن بنستعمله مع قراءة البيانات أو بشكل عام مع السيلكت. هلأ نحن لنأخذ أمثلة عملية نوضح الموضوع ونفهم الموضوع بشكل كامل. أول شيء لازم نحن ننزل extension اسمه sender client عشان نجرب request. اللي عنده بوستمان ممكن يستعمل البوستمان، ما في أي مشكلة. طبعا هي برامج مهمتها بس نحن نجرب فيها request. أي برنامج بريحك استعمله ما في أي مشكلة، ولكن أنا بفضل extension موجودة بالفي اس كود اسمه sender client. بعد ما ننزلها هتظهر عندي هون بهذا الشكل، من خلاله ممكن نعمل نحن request تجريبي. حنروح نحن على كود البي اتش بي بهذا الشكل وحنعمل متغير وليكن اسم هذا المتغير نيم. هذا المتغير حيستقبل، طبعا لاحظوا هلا ريكوست من نوع ايش؟ من نوع على سبيل المثال نيم. طبعا انت بتختار اسم الريكوست مثل ما بدك ما في اي مشكله، وانت بتختار اسم المتغير مثل ما بدك كمان ما عندك اي مشكله. وبعد طبعا النيم ما يستقبل الريكوست من نوع جيت حاعمل ايكو نيم بهذا الشكل. طيب هلا لو رحنا على سبيل المثال للمتصفح لجوجل كروم على سبيل المثال، تمام، ورحنا للمشروع عندنا وعملنا طبعا ريفرش، هيكتب لي undefined array key name. شو يعني هذا الكلام؟ يعني طبعا الجيت هو بالنهايه مصفوفه، الجيت هو جلوبال فاريبل بالنهايه مصفوفه، بس نحن بغض النظر عن هذا الكلام لا يوجد عندي جيت. هل في ريكوست من نوع جيت اصلا؟ لا، فلذلك اعطاني undefined. undefined لانه لا يوجد عندي request من نوع get. لو كان عندي request من نوع get ما كان حتظهر هي الرساله. طيب كيف انا ممكن اعمل request من نوع get؟ بسهوله تامه، من خلال اذا بدي جوجل كروم فيني انا ببساطه هون طبعا بنكتب اول شيء اسم الملف اكيد، بعد ما نكتب اسم الملف شوف شو بنعمل، اشاره استفهام، بنكتب اسم الريكوست نيم. ليش كتبت انا هون نيم؟ لانه هون عندي يا انا مسميه نيم، فلذلك حاكتب هون نيم وبعطيه قيمه وليكن وائل. فلح يروح يطبع لي وائل مثل ما شايفين بهذا الشكل. لو كتبت انا هون النيم يساوي باسل، فطبعا طبعا هون انا حطيت اوكي باسل بهذا الشكل، فلح يعطيني مثل ما شايفين باسل من دون اي مشاكل. طبعا لو انا كان اسم الريكوست عندي على سبيل المثال ايج عشان ما تتلخبطوا، تمام، وهلا عملت انا بهذا الشكل حيعطيني خطا. ليش؟ لانه انا الايج مش معرف، فلذلك انا لازم استبدل النيم هون بالايج لان انا غيرت الاسم، فلازم اغير هون ايضا، فاعطاني 12 ما في اي مشكله، تمام. طيب اذا انا عندي اكثر من ريكوست كيف بستقبلهم؟ مثلا نعمل ريكوست ثاني ايش، ورح خلي الاول نيم، بنرجع الاول للنيم، عفوا بنرجع الاول للنيم والثاني ايش بهذا الشكل، وحنعمل واحد ثالث ونسميه على سبيل المثال ايميل على سبيل المثال، تمام. وهلا طبعا حنطبعهم للثلاثه الايش وايضا الايميل بهذا الشكل. طبعا حنعمل ايكو بهذا الشكل عشان ينزل سطر للاسفل عشان ما يجوا جانب بعض فقط لا اكثر ولا اقل. هلا نحن بنرجع لهون، اول ما نعمل ريفرش حيعطيني اوكي 12 لانه الايج موجوده من خلال الريكوست مثل ما واضح معكم هون، ولكن النيم والايميل غير موجودين، فلذلك اعطاني undefined array key name و undefined array key email. فشو الحل لهذا الموضوع؟ اني انا اروح اعرف النيم والايميل ايضا كريكوست. لاحظوا اول ريكوست بيكون في عندي بيبدا باشاره استفهام، ولكن ما بعد اول ريكوست بنستعمل اشاره الوا بهذا الشكل. مهما كان عندي ريكوست خلص دائما بنستعمل اشاره وا، اول ريكوست استفهام والباقي اشاره الوا الاند يعني، تمام، إشارة الأند والأول شيء إشارة الاستفهام ببساطة شديدة. فحنعمل نيم يساوي وائل، تمام، فبنلاحظ طبع لي وائل و12 ولكن بقي عندي الإيميل غير معرف لأنه أنا فعلا ما عندي أي ريكوست في إيميل، فلذلك حأعمل أيضا إشارة وا مرة ثانية أو إشارة الأند مرة ثانية وحأستعمل الإيميل بهذا الشكل. حيكون في عندي ريكوست إيميل وليكن على سبيل المثال وائل @gmail.com بهذا الشكل، فبالتالي طبع لي الاسم والايميل والعمر من دون اي مشاكل. ليش؟ لانه هن عباره عن ريكوست، فبالتالي الجيت بيكون ظاهر عندي.
انا فيني اعدل عليه بسهوله. حتى لناخذ مثال على هذا الموضوع، لو رحنا لجوجل تمام وكتبت هون انا وائل بجوجل على سبيل المثال، فبنلاحظ انه ظاهر عندي هون بهذا الشكل، شايفين هذا هو الريكوست. حتى اذا بدكم تتاكدوا من هذا الشيء، طبعا هم مستعملين كيو، كيو تساوي وائل، حتى نتاكد من هذا الشيء طبعا نشيل كل هذا الكلام لانه ما له اي قيمه. اوكي شايفين ما في اي مشكله، حيعطيني وائل. انا ممكن اغيرها حتى من هون، لاحظوا ممكن اكتب مثلا باسل وحتتغير، شايفين تغيرت بهذا الشكل وجاب لي كل ما يتعلق بباسل. فانا هون بقدر اعمل اي ريكوست انا بدي اياه، يعني ما في اي مشكله، شايفين بهذا الشكل ما عندي اي مشكله بهذا الموضوع. فلكذلك الامر، طالما البحث الشخص ما في اي خطوره من انه يعدله من فوق فما في مشكله، اوكي بنستعمله جيت. ايضا عرض المعلومات، الشخص يعدل مهما بده قد ما بده ما في اي مشكله، ما هو اوريدي معروضه هي بالتطبيق، هو بيعذب حاله يروح يعدل بالريكوست، يروح يعدل ما في اي مشكله. بس لما تكون امور لها علاقه باضافه بيانات للداتابيز هون لا، ما بصير نحن نخليها ظاهره بهذا الشكل عشان ما اي شخص يروح يضيف مباشره للداتابيز يعني من خلال الجيت، اكيد غلط يعني. فلذلك نحن بنستعمل البوست، اي شيء يعني بيهمني انا السكيورتي فيه بستعمل بوست اكيد بلا شك يعني تمام. بس ما فيش اسمه بوست احسن من جيت او جيت احسن من بوست، ما حدا يقول لي هذا الكلام. الاثنين مهمين والاثنين كل وحده لها استعمالاتها ببساطه شديده لقراءه البيانات، لذلك نحن بنستعمل جيت، واضافه البيانات وتعديل البيانات نحن بنستعمل بوست. بس مو لانه الجيت لا يمكن ان نستعمل مع اضافه بيانات فنحن بنستعمل بوست، لا ممكن، ولكن الافضل دائما انه نحن نستعمل البوست ببساطه شديده تمام. هلا نحن لو رجعنا لهون، طبعا تعرفنا على الجيت، تعرفنا كيف نتعامل مع الجيت. طبعا ملاحظة أخيرة، الجيت هو مثل ما اتفقنا عبارة عن مصفوفة، فأنا ممكن أعمل برينت تمام ار بهذا الشكل وأعمل هون جيت بهذا الشكل، شايفين بهذا الشكل. فبالتالي أنا لو رحت لهون ممكن يعرض لي بأري كل الجيت اللي عندي. طبعا أنا هون أنا ما عم بطبع النيم أو كذا، بس خلاص أي جيت عندي حيجيب لي على هيئة أري. فعرفتوا ليه نحن كيف بنتعامل مع الجيت؟ نحن بنتعامل مع الجيت على انه اري. لاحظوا هون الاقواس هي اقواس مصفوفه، صح ولا لا؟ فانا قد ما بدي حتى لو شلتهم يعني ما عاد في داعي لهم على فكره هلا، حتنطبع ليش؟ لانه هنا موجودين بالاعلى، شايفين؟ هون عندي ايج وعندي نيم وعندي ايميل، وانا عم بقول له اطبع لي كل الريكوست الخاصه بالجيت، لان الجيت هي مصفوفه حتستقبل كل الريكوست وتتخزن فيها، فبالتالي انا عم بقول له اطبع لي اياها. فانا اي ريكوست بعمله هون حينطبع لي، بس عملت اا تساوي www حيطبع لي اا تساوي www تمام. اي ريكوست بعمله انا حيظهر عندي، ليش؟ لانه مثل ما اتفقنا هو اري تمام، بعمل قد ما بدي ريكوست، قد ما بدي بعمل ريكوست وكلها حيظهر، حيتخزن بمصفوفه الجيت وبالتالي حينطبع لي بهذا الشكل من دون اي مشاكل. هي الفكره الرئيسيه من الموضوع تمام. هلا طبعا نحن بعد ما فهمنا الجيت خلينا نشوف كيف حنتعامل مع برنامج السندر كلينت للاختبارات. طبعا اول شيء هذا البرنامج مثل ما شايفين بهذا الشكل بيطلب مني بالبدايه حدد نوع الريكوست. في عندي جيت وبوست، طبعا عندي بوت وديليت وبات، شيء بنحكي عنهم بوقت لاحق اذا اضطرينا لهم. حاليا نحن ما بيهمني انا حاليا الجيت والبوست لانه هن الحالات العامه والاهم تمام. فالجيت اول شيء بدي احدد الصفحه هون حتى نحن نقدر يعني نرسل ريكوست، فرح اقول له لوكال هوست تمام، بعدين كورس بي اتش بي صح ولا لا، بعدين index.php بهذا الشكل. لو عملنا send تماما بنشوف هون الريسبونس حيجيني بالاسفل تمام، اجاني ريسبونس فارغ، اري فارغه. ليش اري فارغه؟ لانه نحن مثل ما شايفين بالكود عندي هون عندي بس جيت تمام. وطبعا هون للاسف الشديد انا ما ارسلت اي ريكوست، فبالتالي حتصلني اري فارغه. اما انا لو ضفت طبعا ريكوست محدد وليكن نيم على سبيل المثال وائل، شايفين بعمل send فارسل لي نيم وائل، اظهر لي اياها تمام بهذا الشكل. فمن خلال هذا البرنامج انا ممكن ارسل ريكوست بطريقه منظمه، شايفين هون انا ايضا ممكن اضيف ريكوست ثاني اذا بدي من هون من هذا المكان بدل ما اضيفه من هون، ممكن اقول ايش على سبيل المثال، لحظه عم ينضاف هون اوتوماتيك تمام. عملنا 12 ايضا برسل فراح جاب لي الاي 12 والنيم وائل. فهي طريقه استخدام برنامج السندر كلينت لاختبار الريكوست. هلا نحن تعرفنا على الجيت، خلينا نتعرف على البوست. البوست مثل الجيت تماما، ولكن الفرق هو اني هون بعمل بوست. ولكن البوست يا شباب بدكم تعرفوا شيء محدد وكثير مهم، طبعا حنلغي الاري عشان ما يكون الموضوع اسهل، نسهل الموضوع اكثر، حنعمل متغير نيم حيكون طبعا حيستقبل ريكوست من نوع بوست وليكن اسم الريكوست بهذا الشكل. هلا يا شباب لو رحت انا على المشروع اللي عندي تمام بهذا الشكل،
طبعا عملت ريفرش، حيعطيني خطأ، حيقول لي اندي فايند المتغير او نيم، لانه اصلا ما في عندي ريكوست نيم. طيب انا هل ممكن اعمل ريكوست بوست هون بهذا الشكل؟ يعني روح اعمل اكتب هون نيم مثلا، اكتب وائل وحيطلع لي وائل؟ لا، لانه البوست مخفي، ما بصير انا هو مش ظاهر، انا ما فيني ارسله. يعني انا ما انا كمستخدم ما فيني روح ارسل ريكوست بوست بهذا الشكل، لا، لازم اجباري من خلال برنامج الثاندر كلاينت، تمام، بهذا الشكل. فانا ممكن هون روح للبادي، تمام، وغير من جيت لبوست بهذا الشكل. طبعا هدول ما عاد في لهم اي قيمه، ما بيهموني، لان البوست حصرا بيكون مخفي، ما بيظهر باللينك. فلذلك حروح للفورم، بادي فورم بهذا الشكل، وحقول له نيم بيساوي وائل، تمام، وبعمل سند. فبالتالي يجب ان يطبع لي وائل. ليش ما طبع لي وائل؟ لان انا ببساطه بالكود ما طبعت وائل. يعني لو رحت على الاندكسد، تمام، اوكي، المتغير نيم صار بيحتوي على قيمه وائل، ولكن ما طبعته انا، فلح اطبعه عشان يظهر عندي. هلا بنرجع مره ثانيه بنعمل سند، فمن فعلا بنلاحظ انه طبع لي كلمه وائل من دون اي مشاكل. ممكن نحن ايضا نرجع بدل ما نطبع وائل، تمام، ونطبع كل هذا الكلام، لا، بنعمل برنت، روح اطبع لي كل الريكوست يلي طبعا من نوع بوست ببساطه شديده، تمام، بهذا الشكل. وبنرجع لهون ببساطه شديده، بعمل مره ثانيه ارسال، فبيجيب لي طبعا البوست اللي هي تعتبر ايضا مصفوفه مثل الجيت. كل الريكوست اللي من نوع بوست حتظهر معي داخل هي المصفوفه، لانه بتتخزن داخل البوست. ممكن انا اضيف متغير ثاني، ايش 12، لاحظوا هلا بوست نحن عم نرسل، تمام، بهذا الشكل. اما لو عدلت لقيت بهذا الشكل حيعطيني اري فارغه مثل ما شايفين، لانه ما عندي ولا ريكوست من نوع بوست، بالتالي مصفوفه البوست هي فارغه، تمام. هي كل ما يتعلق بموضوع الريكوست اللي هي الجيت والبوست. نكتفي بهذا القدر لهذا الدرس، بتمنى يا رب الدرس يكون نال اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناه لدعم نشر المزيد والاعجاب، والسلام عليكم ورحمه الله.